أراهم نفسه، أراهم جراحاته. يمكن يكون في حد في وسطينا محتار، عنده مخاوف، عنده ظروف، عنده شك في أمر معين. القيامة تعالج كل هذه الأمور. أنت محتاج تتعرف على يسوع النهاردة، المقام مش من بين الأموات، من الأموات، من الأموات. يسوع الحي إلى أبد الآبدين. مرنم في الترنيمة الحلوة اللي جاية، الحبيبي عن وصفه يعجز أي لسان، أصله بالمجد مكلل وليه سلطان. واطرح أكاليلي، اللي تعلم يحط راسه عند رجلين الرب هنا هيبقى بسهولة في الأبدية، يخلع التاج ويحطه، يخلع الإكليل بتاعه ويحطه عند رجلين الرب، ويقول مستحق أنت أن تأخذ المجد والكرامة لأنك ذبحت واشتريتنا.